عليكم، عاملين ايه؟ كويسين. احنا النهارده في حلقه جديده من برنامجنا المفضل كلنا، بالنسبه لي طبعا وبالنسبه لكم ان شاء الله، ما تكسفونيش، كريزي وومن الجزء الثاني. النهارده احنا عاملين فيها فلاحيس، وانا عامله فيها فلحوسه كبيره، بحاول اتذكر عن الناس يعني، واقول كلام كده انا لا فاهمه عنه حاجه ولا اي كلام في الحماد. خلينا نشوف بقى الحلقه هتدور ازاي وربنا ييسر. حضرتك بس مش شايفه كويس. يمنى، استاذه يمنى، ثانيه واحده بس، ايه نبدا هذه التربيه. اوكي يمنى، اسم حلو قوي. ايه ده؟ في ايه؟ وشك مصفر على الاخر. مصفر ازاي يا حبيبتي؟ في ايه؟ مصفر ايه ده؟ قلب على بيج، يا ريت اصفر. شفتي ازاي؟ ايه ده؟ يمكن سخنه ولا حاجه؟ طب ممكن معلش بس انزل اقيس الضغط واديني صيدليه بلدي. ضغط ايه حضرتك؟ انا هقيس لك ضغط وسكر واعمل لك كل اللي انت عايزاه دلوقتي حالا. دي ايه؟ ازاي معاكي هنا؟ انا بفهم جامد. يعني ايه بفهم؟ انا بفهم. اي يعني بتفهمي؟ مش فاهمه. احكي لك، انت بعيوبنا بتيجي غريبه. بص يا ستي، انا دخلت كليه تجاره، قعدت فيها 7 سنين. تمام. بعد كده قمت مصاحبه واحد في كليه طب، قعد فيها 7 زيهم، يبقى المجموع كام؟ 14. خبرة؟ ايه ده؟ 14 سنة من الخبرة. 7 سنين قعد يداوي جروحي، كل سنة بجرح مختلف، كل سنة بجرح مختلف، لحد ما بقيت توكسيك، اعرف اداوي جرح اي حد من اول بصة، من اول نظرة، اعرف كل حاجة بتدور في اي حد. ايوه ده ايه علاقته؟ فانا بقيت خبيرة، انا معالجة ربع عيلتي تقريبا. ايه برضه مش فاهمة ده؟ عشان انتي بس صاحبتي واحد في طب فخلاص بقيتي تمام؟ طبعا. تعرف يعني ايه صاحبي واحد في كلية طب؟ هما لو صحيتي واحد في كلية هندسة بقى. لا هو ده مش شفته هندسة مين ازاي؟ انت جه معاكي دكتوراه في المحن مش في الطب خالص. اخس عليكي، مش انا اللي اكتشفت ان انت وشك لونه بيج؟ اخس عليكي يا يسرى. ايه ده ايه ده، بيج ويسرى؟ مين بيج؟ مش انت يسرى؟ لا انا يمنى. شفتي بقى؟ ما فرقتش كتير، كلها ايدين. اوكي. هقول لك سخنة. انت سخنة، شايفة ايه؟ امسكي ايدي كده، ساعة بالنسبة لك. اه. يبقى انت سخنة. طب اوكي، حلها ايه بقى؟ حلها ان احنا ناخد دواء. اوكي. تساليني. اكشف عليكي. طب يلا اكشفي. اكشف؟ اه. اعملي ايدك اليمين كده. ايدك اليمين مظبوطة جدا، عشان اسمك يمنى ولا عموما؟ طبعا انا بقى معايا من زمان فاذن على بعض. انا زيك. طب افرديلي كده ايدك الشمال. اكيد مش مظبوطة. لا دي ضوافرها مش مكسورة، دي فيها ضفر مكسور. ده حقيقي. انت عارفة ده معناه ايه؟ ايه بقى؟ معناه ان حد نشك عين الصبح، مش معناه اي حاجة طبية. انا محسودة فعلا. صح؟ آه. حسيت مش لابسة خالص زرق هنا ليه؟ لا لابسه بتاع ازرق بقى فخلاص بقى. لا ده مش ازرق، ده تركواز. بس من درجاته يعني. لا انت كده عندك كمان مشكله في عينك، عندك عمى الوان. شايفه الازرق تركواز؟ يا نهار ابيض، كتير كتير مش طبيعي. شايفه الازرق تركواز؟ خص عليكي يا يمنى، انا فاكراكي نظرك كويس. افتحي عينك كده. لا ده مش 6 على 6. اوكي ده يطلع له 5 ونص. خبره فعلا. انت فاكره ايه؟ 14 سنه طب تاني، كل سنه بجرح مختلف. اعمل لي كات كده كل سنه. طب انت صعبت عليكي قوي الدرجه دي؟ حالتي وحشه قوي 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 بجد يعني. ما تصيرش على نفسك بجد. انت بصي انا بعمل مجهود، لا حول ولا قوه الا بالله. بصي الراجل يعني تعبان ازاي، هو وبنته، لا حول ولا قوه الا بالله. معلش ناخدهم نكسب ثواب. الله يشكرك يا بنتي. معلش. السلام عليكم. وعليكم السلام. لا حول ولا قوه الا بالله. معلش يا حاج، مالها؟ بنتي تعبانه اصلي شويه. ايه ده ايه ده، شكلها باين فعلا. يا لهوي ايه ده خير؟ مش قادرة، بطني وجعاني. ايه ده؟ لا ثواني ثواني. اكلت حاجة طيب؟ ايه ده؟ فيكي ايه؟ هاتي ايدك دي وريني. ايه ده؟ بالراحة 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 بالراحة. انتي انتي بالراحة ايه؟ مديني ايدك دي؟ انتي ممكن توطريها كده. انا عايزة اسمع نبضها، وريني نبض ايه بس بال 14 سنة بتوعك. انتي بتعملي ايه؟ اسمع نبضها. مفيش حاجة اسمها كده. هو انتي دكتورة يا بنتي؟ الله يستر. مش دكتورة ولا حاجة. مش دكتورة ولا حاجة. استني انتي بس خليكي في حالك. الله يسترك. الله يكرمك. انا هقول لك، انتي حامل؟ لا حامل ايه؟ صغيره. طفله. امال ايه؟ لا هي بس كانت جعانه ونفسها. آه. في دوره مشويه فرشت في بطنها. اه جبت لها دوره عويجه. لا حول ولا قوه الا بالله. افتحي لنا تابلو ده، افتحي لنا تابلو ده. الله يسترك يا بنت. الله يسترك. هتلاقي شريط جوه اكتر كده بدون.
بس طارق اسمعي بس اديها 20 دقيقة. كلمة كنا بالحقيني بنتي تعبانة الله يكرمك. يا حبيبي يا حاج لا اله الا الله. مين ولا اله الا الله. معلش معلش. الاخضر اللي عندك ده؟ دول؟ انا مش انت قادرة بقى انت عندك حلاوة في الالوان. اه اديها لها. يعني ايه؟ ده هيا طيب. الله يبارك لك الله يكرمك الله يكرمك. اللي هناك ده؟ الله يكرمك. انا مش مقتنع. طب والنبي لو في مية بس لو في مية. اه جنبك. الله يسترك. يا جماعة دي معروضة تهريج يا جماعة ما لو بطنك وجعاكي ما نوديكي المستشفى. لا لا الله يسترك انت دكتوره انت حمل فلوس انت يا حاج مش دكتوره يا حاج ما يفيدك حاجه يا حاج الدنيا بقت صعبه ايه ده بنتي مالك يا حاجتي فيك ايه منك اللي اديتيها ايه الله ينتقم منك ايه الله ينتقم منك انت انت الله يسترك الله يسترك الله يكرمك يا حاج يا بنت الله حرام عليك عملت لها ايه لا انا عملت لها ايه اصلا بتاع لحق التندر اديتيها ايه اديتيها ايه اديتيها ايه الله يسترك الله يبارك لك انا قلت الا بالاخضر حرام عليك يا بنتي الحق يا حاج اديتها الاخضر اخضر انا قلت الاصفر اصفر ايه واخده ايه اشاره مرور من هل لله يا نهار ابيض اديتها اخضر من هل لله ما ودتلك البنت يا حاج ما هي ماشيه معوضه لا 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 شايف الفاظها هي اللي موتت البنت الله يسترك الله يسترك انت الله يكرمك انا بقول لك 14 سنه خبره اطلعي من على الاسم اطلعي من على الاسم انا قلت 14 سنه خبره يا حاج انت سمعت مني الكلام ده لا هي قالت حاجه ده الله يبارك لها انت مش معايا حاجه يقول لك انا طالعه على الاسم خلاص اطلعي من على الاسم اطلعي على الاسم دلوقتي يلا بيب بيب دي نصابه دي ولا ايه ده حرام عليكي هطلع على الاسم طب بقول لك طب فين منك طب هو ايه اللي اديله 2000 جنيه انا ما عملتش حاجه عشان اديله 2000 جنيه انا كمان قلت لك اديله 2000 جنيه 2000 جنيه انت عملت تقولي كلامه خلاص حول ولا قوه الا بالله انت ماشيه خلاص يا الناس يا حاج 1000 ونص طب حتى خلاص يا مستر طب كمان بتبيع بنتك ب 1000 ونص عادي كده طب خليهم 500 من مصر الحبور ايه ده؟ ده اسمه خلاص ماشي يا حلاوه بقى الله يسترك مش طبيعيين والله ايه ده؟ وانت ايه 14 سنه دي مش فاهماك؟ انت 15 سنه كلمه 14 سنه ولا حد يقول لك يلا اوكي عرفت الزحلق هوبا استني العربيه تمشي والمطعم طب انت ما تجيبهاش على يا جماعه هي عديه وبترجع لورا اصلا انزلي تعالي نوريكي الكاميرات فين مبدئيا هي بترجع لورا لوحدها خلاص يا يسرا ما تزعليش برضه مسلمة يا يسرا اوكي واحدة تانية اوكي مش زعلانة؟ لا مش زعلانة ولا من عاطف ولا من اي ولا من لوجي ولا اي حد كويسة بس تمام ماشي موافقة انزيع؟ اي حد يقول لي خدي اي حاجة فرديها على طول كده موافقة انزيع؟ موافقة لا قولي موافقة موافقة قولي بحبك يا فطومة بحبك يا فطومة بموت فيك يا فطومة بموت فيك يا فطومة أين هذا الرجل؟ أهذا أنت؟ إنه السلام عليكم السلام عليكم أستاذ محمد طيبا أهلا وسهلا صباح الخير صباح النور ايه ده بسم الله الرحمن الرحيم الصبح استنى كده بص ده وش محمد اللي انت بتقوله صباح الخير كل يوم definitely no مش كده تمام مش ده وش محمد صح مصفر شويه ولا مقرنج لا الشمس بس لا مصفر الشمس بتبقى الصبح محمد كدا. انت مصفر انت مش واخد بالك من نفسك كويس ربنا. ما بتاكلش كويس ما بتاخدش عسل اسود ما بتاكلش جرجير ما بتاكلش ورقيات مش كده ممكن بس يعني مش مستعجل بس معلش وانا واقفه ما انا ماشيه لا لا انا لا ده انا ادوس اسوق برجلي بس اهي ايه ده اهي سايبه اهي مش انت الله يكرمك بس انت لازم تعرف ان انت وشك اصفر انا خايفه على صحتك والله مستعجل ما انا مش معقوله خايفه على صحتك اكتر منك يا محمد بس مستعجلني في شغل يعني عشان فاضي معلش انت ليه محسسني ان انا مش بتحرك بعدين لسه بدري يا محمد وفي حد شغله الساعه 9 الصبح يا راجل ده لو شغلانه بتروح لها 9 الصبح تستقيل منها دلوقتي تسلم يا ريت والله بس انا ليش حد كده يعني بص يا محمد انا مش بتكلم عن صحتك من فراغ انا واحده قعدت 7 سنين في التجاره قعدت 7 سنين زيهم صاحب واحد في كليه الطب كل سنة يديني جرح انا احمل اللي قبله فانا خبيرة خبيرة يا محمد فاهم قصدي انا معالجة ربع عيلتي يا محمد نعم معالجاهم ايوه نعم معالجاهم كلهم فانت لما اقول لك وشك اصفر يبقى انت وشك اصفر يا محمد طب هو انا ذنبي حاجة انت بتتنهد عندك مشكلة بزورك لا اصل عشان بس شغلي معلش شغلك عمل لك مشكلة بزورك اكيد تعبانين الله. ممكن كلهم بقى يكشفوا معاك عشان خاطري بس انت ممكن بقى تقول لهم ان انا بكشف كويس قوي يعني تجيب لي شغل فاهم
برضو هنظبط مع بعضينا قصه النسبه دي. خليك حرك تلحلح معايا يا محمد. اديكي تقدير 10 نجوم بس يلا الله يبارك. التقدير 5 بس يا محمد، انت كده نمره واحد بتسرح بيه. عندك هلاوس؟ صدقني والله عندي مشكله في شغلي وانا انا ما قلتش بتسرح فين، قلت بتسرح بيه. بتسرح فيا ليه يا فندم؟ انا اعرفك من 5 دقايق. الساعه الصبحيه دي بتبقى خانقه يعني، مش ببقى والله طايق حضرتك مخنوق اصلا. الخانقه دي من ايه؟ بتعرف تاخد نفسك كويس؟ يعني معلش. لا كده انت عندك مشكله في النفس مش كده؟ انا في مشاكل عصبيه عندي. أوه. عندك مشاكل عصبيه؟ يا خبر ابيض، مشاكل عصبيه. انا الدواء بتاعك عندي، ربنا يفرجك. الدواء بتاعك عندي، في لزقه كده تحط على اللسان. عايز اقول لك تحفه. في مشكله معاك انت، انا بحل مشكلتك. انا الحمد لله ربنا ما يجيب لي مشاكل، اعوذ بالله. انت دكتوره عليا ولا ايه؟ لا انا كنت مصاحبه واحد في كليه الطب. طب طيب، ما انا حكيت لك يا استاذ محمد، انت بتنسى ليه؟ انت عندك مشكله في الذاكره. عايز حبه البركه؟ حبه البركه، حبه البركه هتظبط معاك. ما تمشي يا باشا في ام الرحله الجميله دي عشان نوصل كده. واديكي تقدير كويس، باين عليكي بنت ناس يعني. ارجوكي ابص اكيد يعني بنت ناس. ابسولوتلي يعني مش مستنيه حضرتك تاكد لي المعلومه. ربنا يخليكي. اوبريجادو ميو. انا ما فهمتش حاجه خالص. حاجه بتهزي صح؟ مش فاهمه حاجه والله. حضرتك ثقافتك ايه؟ كنت واخد ايه في ثانويه عامه؟ مش ناوي تنتهي كوره؟ مش فاهمه والله. ايه وبصيفه على الاوبريجيشن؟ لا دي كده حضرتك عندك فسيان وهلاوس. ماشي ماشي مش كده؟ حضرتك بتهزي كتير صح؟ ايه وناو بليز اجورا بليز. امشي في ام المشوار عشان اوصل شغلي ارجوكي. انا مش عارفه اجيب لك عشان مش هينفع المسك، بس حضرتك تعبان في دماغك؟ اوكي عيب يا فندم لو سمحت. انا بتكلم بجد. انا معدي كلام. انا مش فاهمه انت بتقول ايه. انا خايفه عليك يععني غلط عليك اصلا. طب حضرتك بتقول ايه؟ ما انا مش فاهمه. لازم يكون في تواصل، لازم افهم انت بتقول ايه عشان اعرف ارد عليك. انا قرفان من الستات عامه. خلاص حضرتك قرفان من الستات، قرفان من الدنيا. انا مش مشكلتي انت. انا دلوقتي هعمل عمل خير. الراجل ده تعبان شكله هو وبنته. معلش تاخده في طريقنا. مفيش على فكره ده غلط. عربيتي انا حره يا باشا. غلط اقسم بالله. غلط ازاي؟ بقول لك تعبان. اسيبه في الشاشه ترتاح. السلام عليكم. انا بقول لك تعبان اقسم بالله. اللي انت بتعمليه غلط. وعليكم السلام. الله يسترك يا بنتي. الله يسترك يا حاج. مالك شكلك تعبان؟ جيبك الانفيه تعبان ولا ايه؟ لا لا دي بنتي تعبانه. بنتي تعبانه. اسم الله. ايه ده؟ هاتي ايدك كده يا بنتي. استنى معلش ثانيه. ايه اللي بيحصل ده يا حضرتك؟ هاتي ايدك يا بنتي كده. ايه اللي بيحصل ده يا حضرتك؟ كويسه؟ حامل دي ولا ايه؟ لا يا باشا وصليني الاول. انا موافق ان يركبوا بس وصليني. معلش شبطناها. ممكن يكون هو اللي عمله كده. اه لا حول ولا قوه الا بالله. معلش يا بنتي انا مش حالك. الله يكرمك. علاجها عندي. الله يبارك لك. انا عندي كويس. افتح لي التابلو ده بقى يا حبيبي. اصبر بقى. باشا انا متاخر على الشغل. التابلو بس بليز. باشا ما تلمسش كتفي بعد اذنك. ماشي التابلو بعد اذنك. بنتي تعبانه. يا باشا بعد اذنك كتفي ما تلمسوش. التابلو يا بيه. يا باشا وديني يا شغلي واعمل لي. طب اديني التابلو. دي عربيتي انا حره. ده تابلو. ايه بزفت كده؟ الدنيا اي حاجه بسرعه. حرام عليك. افتح التابلو. اديها من قدامها الاخضر. خد يا باشا. خد اخضر. الاخضر الاخضر. والفنجاني. خد يا باشا. الصيدليه الله يحرقك. اديني بقى. وديني الزفت الشغل اللي قال لك عليه بقى الاخضر. ماشي طب هات ميه. هات ميه. هات شويه ميه. دي ميه من جنبك في الباب. يا باشا بص انا عربيتي فيها كل حاجه. كل حاجه في عربيتي. مش تلمس كل حاجه في عربيتي. ميه خساره. بس انا هسالك سؤال. ليه مش انت دلوقتي اديتني الدواء؟ يا باشا خد يا باشا العلاج. بس انا عاوز اسمع منك كده. يا يا لا مش انت اديتني الدواء؟ يا باشا وديني الزفت اديني الشغل وبعد كده اعمل لي اللي انت عايزاه. ولا احنا رايحين الشغل. ارميهم على الصحراء. حضرتك مريب. مالك؟ حضرتك مريب. مالك انت؟ بنتي انت بتهرجي ولا ايه؟ مالها؟ مالك؟ ايه الهطل ده؟ بنتي بنتي في الله الرحمن الرحيم. اديتها ايه؟ يا باشا انا مش ذنبي. اديتها ايه؟ اديتها ايه؟ الله ينتقم منك. اديتها ايه؟ الله ينتقم منك. يا باشا والله انا الانسانيه موجوده بس انا والله متاخر. انسانيه؟ هو انت انسان زينا؟ ده انا الواحد شاكك انت بايدين ولا برجلين. يا باشا قسما بالله انا عشان بنتك يا باشا على دماغي. ربنا يشفيها لك. بس انا مش عملت ايه؟ طيب انا عاوز اعرف بس. اديتها ايه؟ اديتها انهي لون؟ اديتها انهي لون؟ يا باشا انا عندي مصيبه في الشغل وما رحتش دلوقتي هيتخرب بيتي وهترفد. والله العظيم زعبان عليا. بس انا هقول لك على بس انا اسالك سؤال. لله مش انت دلوقتي اديتني الدواء؟ وديني الله اللي انت بتتكلم فيه. انا هترفد لو ما هو اللي اداك الدواء. اداك انهي لون دواء؟ اديتها انهي لون دواء؟ اديتها انهي لون دواء؟ اديتها الاخضر؟ معرفش يا باشا انا. اديتها انهي لون؟ اديتها الابناء اللي انت عايزه. اديتها الاخضر. اديتني الاخضر. انا قلت لك اديها الاصفر. منك لله. منك لله. منك لله. منك لله. طب مع اذنك وديني بقى. لا انا اطلع شغلي. انا اطلع على اسمي يا بنت. انت بهدلت الدنيا. اطلع بينا على اسمي. اطلع على اسمي. طب انا انت على الزفت بس وديني شغلي وبعد كده اللي انتوا عايزينه. انا هطلع على اسمي بس حضرتك بهدلت البنت. انت مش قادره. مش انت في مشكله عندك؟ لا مش خالص على الطريق. يا باشا بعد اذنك سيب ام كتفي. الله يبارك لك. مش انت هتديني الدواء؟ لا لا يا استاذ. يا باشا بلاش بلود بقى. يا بنتي اسمك ايه النهارده؟ انا متاخر على شغلي. السنة السوداء والسنة الطين. هديله اللي هو عايزه وتديني شغلي بعدين. خلاص طب يلا عادي كلش.
طب طب في مشكله ولا حاجه؟ آه. هو عشان عنده هو مشكله. كان لما انزل هصرف له من الكابين على اسم كابين على اسم لما يدينا الفلوس دلوقتي. ما تبعت على الفومس مش ناقصه برود قسما بالله. وانا في اللي انت فومس يا باشا اوعى ايدك من ايدي بقى. طب خليه ب 500 جنيه وانا امشي لك الحوار. ماشي يا عم 500 جنيه ومشي الحوار يا عم. عطل ايه يا عم؟ كانت بتموت دي. لا ما عم 500 جنيه يا عم شغلي والنبي الله يبارك فيك. هوديك حته احلى والله العظيم انا متاخر يا جماعه انتوا بتهزروا صح؟ استنى شايف شايف العربيه اللي قدامنا دي؟ شايف العربيه اللي هناك دي؟ اصلا ترميت علينا كل حاجه يا بيه بهدلتنا جامد يا عم. انت كسرتني يا عم خالص. بص هنا بص هنا انت نورتنا واحنا كنا بنحاول نهزر معاك بس احنا كنا خايفين منك شويه حبه. والله العظيم انا متاخر بصراحه كنت خايفه منك شويتين. لا لا هنوصلك للشغل. احنا هنوصلك للشغل ان شاء الله. عايزك تبص هنا تقول انت مش زعلان. انا مش زعلان مش زعلان خالص. لا لا مش زعلان. لا مش زعلان منك ابدا. بس والنبي توصليني على شغلي والله. مش انا اللي هوصلك بس في حد تاني هيوصلك. والله ان شاء الله. قول بس انك موافق تذيع يا باشا. ذيع يعني ميرسي. شكرا يا استاذ محمد. شكرا. مين اللي هيوصلني بقى؟ اه طب هيوصلك. خلينا نشوف من صاحب الحظ. ايوه انها اهلا وسهلا استاذ ابراهيم. استاذ ابراهيم باب بس بعد اذنك. قفلته خلاص؟ لا لا افتحه واقفله تاني. ايوه برافو عليك. انا ملاحظه ان صحتك مش حلوه على فكره. انت ما عرفتش تقفل الباب كويس ده معناه ان انت عندك مشاكل في اعصابك. شغلانه على ايه؟ عشان ما قفلتش باب كويس. انا قافله طبيعي واتقفل. عادة اي شاب مصري اصيل بيرزع الباب يوجع قلبي عليه، انما انت ما عملتش كده. انا مصبرني يا رب. مصبرك على ايه يا فندم؟ انا عملت لك حاجه يا فندم؟ انا قفلت الباب طبيعي. قفلت الباب طبيعي. يا بي انا زي ما اي حد بيقفله. انا خايف على صحتك، يعني لما لسه هقول لك انت وشك مصفر. مصفر كمان؟ ما لحقتش اقول لك ان وشك مصفر. ده ازاي طيب؟ بجد والله وشك مصفر. انا قافل الباب طبيعي، يعني انا بيجي كده انا قافل الباب طبيعي. حاجه طبيعي؟ اه طبيعي زي اي بني ادم بيركب بيقفل الباب عادي. حضرتك منفعل. كمان منفعل؟ بجد منفعل عليا. عندك مشاكل في الاعصاب؟ لا خالص. محتاج تكشف عند دكتور نفساني. والله انت وصلت للنفساني كمان؟ لا بص انا بكلمك عن علم تقول لي ليه؟ اقول لك اه اجاوبك ناخد وندي في الكلام، لكن تهاجمني كده ليه يا بيه؟ ليه يا بيه؟ ما لحقتش اعمل حاجه. كلامك بيه. مش منطقي. كلامك مش منطقي خالص. بص انا هستحملك. انا واحده قعدت 7 سنين في كل التجاره، فده معناه ان انا عندي صبر. خبيره كنت خلاص قربت اتعين معيده في الجامعه. اه وبعد كده وقعدت 7 سنين زيهم مصاحب واحد في كليه الطب. الله. كل سنه خبره يعني خبره. خبره 14 سنه في جميع الكليات. مفيش كده. كل ده ايه علاقته بقى بالباب؟ كل ده ايه علاقته بالباب وصحه النفسيه؟ علاقته ان اعصاب حضرتك مش جامده فما عرفتش تقفل الباب. اعصاب حضرتي مش جامده عشان ما قفلتش الباب؟ اه ازاي طيب؟ فين المنطق في كده؟ يعني انت لو عندك اعصاب هتعمل كده الباب تشيك يقفل، انما لو انت اعصابك عامله كده هلهوله كده. هلهوله؟ ايوه هلهوله. مش عارف يعني ايه هلهوله؟ لا عارف. يبقى انا شاكك في الاستيعاب. لا عارف يعني ايه، بس انا منك بنت انا ماسك نفسي عليك. مش هينفع. ايه ده مستغربه ليه؟ انا قلت حاجه غلط ولا ايه؟ وانا عملت لك ايه؟ ولو انا مش بنت هتقول لي ايه؟ لا 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 والله لا 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 معلش. انا بعد انا خالتي ساكنه اخر الشارع وبعد خفت انا كده خلاص. المفروض ما خفتش؟ ده ما خفتش خالص. يعني انت ما خفتش خالص مني ولا خفت عليا وانا خايفه على صحتك. عمال اقول لك انت محتاج تاخد لزقه اعصاب ومحتاج عشان انت عندك انيميا تشرب لك عصير بنجر كل يوم الصبح. انا كنت هوصف لك وصفات ببلاش كمان. والله ببلاش. ده انت دكتور. ما بقول لك ما تسيبي وخالتي عندها عصير بنجر في الثلاجه بتديني 5 ازايز كل يوم الصبح عشان وشي يبرد كده. طب ما تكلميني خالتك كده ونشوفها. لا انت مالكش دعوه بخالتي. ايه دخلت في عيلتي ليه يا بيه؟ والله والله العظيم دخلت انت اللي دخلت في كل حاجه. تطلع تتغدى معايا عند خالتي؟ لا والله والله العظيم ما بعرفش. شكرا ميرسي جدا. هو ايه اللي ميرسي جدا؟ اه والله انت مستسخفني. انا مش عارف يعني. انت ليه مش عارف اسلوبي كده؟ ليه انت لسه انا اول مره اتكلم مع حد بالطريقه دي. والله في سذاجه في الموضوع. لا مني لا منك. انا مش عارفه انت فدت ولا لا. اسلوبك لسبت. اسلوبك مش فاهمه يا بيه. ده انت زيرو اسلوب. ده انت منعدم الاسلوب. ده انت مش طايقني من ساعه ما ركبت.
اديك فلوس طب ولا باخدش منك فلوس عشان ترتاح؟ انزل من العربيه واسيبها لك عشان تتبسط كمان؟ كمان ايه يا عم؟ انا ما قلتش حاجه. انا عاوز ارد عليك، انا ماسك نفسي عليك. انا واحده عايزه افيدك واجود عليك من خبرتي. انت ما فرقش معاك يا بنت. خبرتك ايه؟ انت خبرتك ايه بس؟ 14 سنه في الكليات. 14 سنه في الكليات وشغاله. ايه علاقته بده؟ ايه ده؟ بحس ان دخلي يخسى عليك. ده ملاش علاقه يا واحد. والله ملاش علاقه. ازاي يا عربيتي اوريك رخصه؟ مع عربيتك تتكلمي بسهوله احسن من كده. ايه ده ايه ده ايه ده؟ لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ماله الراجل ده؟ بقول له ماله الراجل ده؟ ايه ده بيحك؟ ايه ده؟ الله يسترك يا بنتي. الله يسترك. مالك فيك ايه؟ السلام عليكم. عليكم السلام. مالها بنتك؟ انت تعالي كده هات ايدك دي. انت تعبانه الحقيني. الو ايه ده؟ وانت دكتوره ما ايه انت في ايه بس؟ وانت دكتوره نعمل ايه يا ست انت؟ ده ممكن ممكن تكون طعميه بالطحينه. انت في ايه ده؟ انا شبطناها دخلت ولا ايه؟ طب روح على اقرب مستشفى او روح على اي دكتور هنا. ده بيقول ايه دكتور؟ الله يسترك يا بنت. الله يسترك. الله يسترك. اما اديها بقى ده فاضي. لا لا في واحد تاني مليان. اديها ده اديها ده. لا ده كده برزه. تشوف بقى انت تتلعب. الله يسترك. والنبي هات ميه. ليها ميه ليها ميه. الله يسترك. الله يسترك. هو هو انت اديتها العلاج ده؟ اه في الشارع اللي وراه. اه والله. بنتي طب انت بقى ايه يا عم؟ انت ايه؟ انت فين؟ ايه يا عم انت؟ ايه ده؟ ما قلت لك العلاج غلط. قلت لك العلاج غلط. طب انت ايه منك؟ ايه يا عم انت؟ انا قلت لك العلاج غلط. الله يبارك لك. والا الله يبارك لك يا عم. هي اللي ادتك العلاج. هي السبب. على اسم. هي السبب في ده كله. يلا انا عندنا مشوار على اسم. لا والله على اسم. يلا على اسم. على ايه يا عم؟ هي اللي ادتك العلاج غلط. انا قلت لك اخضر ليه الدكتور مانع منها الفوايد؟ اخضر ايه يا عم انت؟ انا قلت لك مفيش علاج. قلت لك مفيش علاج والعلاج ده غلط. الله عامله فيها دكتوره على ايه؟ الله يسترك يا دكتور. خريج التجاره انت، ايه علاقتك بالطب؟ 2000 جنيه وهو هيلم الليله. 2000 جنيه مش دافع ولا جنيه. طب هات 1000 ونص. سيبك من الشغلانه دي. مش دافع ولا جنيه. هات 1000 ونص. العب غيرها. مش دافع ولا جنيه. 500 جنيه. طب ما عايشه ايه؟ يا عم هات 500 جنيه خلص الحوار. بتصوع عليا انا ولا ايه؟ لا مش بتساعد. امال ايه ده يعني؟ مش فاهم. الحمد لله خفت. ادعي لها ان ربنا يقوم بالسلامه. يا قلبي حرام عليك يا بنت. بص هنا انزل انزل يا عم. هات 500 جنيه. حرام عليك. مفيش 500 علينا؟ مفيش 500 علينا؟ بص هنا. بص هنا. بص هنا. والله وقعت قلبي. موافق نذيع؟ خلاص يا عم الناس كلها قتلناك. مش زعلان؟ والله خالص. قرب كده خد السبايه. قرب يا باشا خد السبايه كده. يلا قول مستنيكوا في رمضان. مستنيكوا في رمضان. لا انا ايه مستنيني انا في رمضان؟ مستنيك في رمضان. دوسي دوسي عالبساط الاخضر ودوسي العريس مش شيخي رمضان الحلوة دي من خلوصي. السلام.
حاجه حصلت؟ ايوه ايوه. هو حضرتك بتاع الناس دي؟ ايوه. في ايه؟ انا مش فاهم حاجه. انا كان فرحي النهارده، كان بكتبي كان كمان ساعتين. فرحك النهارده؟ تمام، علشان كده نازله بالشكل ده؟ الحيوان بعت لي مسج قال انه مش هيقدر يكمل معايا. مش هيقدر يكمل النهارده الصبح؟ من دقايق بالظبط. من دقايق؟ وحضرتك كنت محضره نفسك دلوقتي انك انت هتتجوزي دلوقتي؟ حضرتك مش شايف؟ لا شايف، واخد بالي صح؟ ايه هيبقى انت وهو عليا؟ لا مش عليك، خلاص اهدي. طب وايه اللي حصل؟ لقيته سايب لي مسج كاني كده اي حاجه يعني في حياته، يقول لي انا مش قادر اكمل معاكي. بس ما عرفتش اعمل ايه، ما عرفتش اتصرف ازاي، مش عارفه اعمل ايه، مش عارفه ايه اقول ايه لابويا، مش عارفه اقول ايه لاصحابي، مش عارفه اقول ايه لاهلي. لقيت نفسي شغلت الابلكيشن ونزلت قلت فضفض مع اي حد ما يعرفنيش عشان فضيحه. يعني انت نازله بفستان العروسه وكملي الابلكيشن عشان ما يبقاش فيه فضيحه و... ايوه يا شريف. تمام، مش استاذ شريف باين ولا اه؟ طبعا لا صح. تمام بهدي بس خلقك بالراحه. لا بقول لك ايه، انا مهديه خلق، انا خلقي مهديه. لا بصي ربنا، بصي حضرتك انا دلوقتي رايح على شغل، بنهدى مع بعضينا باذن الله ان شاء الله الموضوع ده هيتحل. طب شريف خير؟ انا عايز اطلب منك طلب. اموري دلوقتي، انا بابايا مش هنا، في اريزونا. اريزونا وسايبك انت هنا؟ هو عايش بره بقاله شويه، مش عارفه اقول له ايه، وزمانه قلقان عليا جدا. كفايه انه ما لقاش طياره عشان خاطر يجي يلحق كاتب كتابي. طياره؟ طب هو سايب حضرتك عايزين من اريزونا عشان ايه؟ بابا طب هقول لك على حاجه. ايوه. ممكن بس ابعت له الصوره انا وانت، او تكلمه على ان انت خطيبي؟ خطيبك ايه حضرتك؟ معلش انا متجوز. الو يا بنتي يا فاطمه. ايوه يا بابا. عامله ايه يا بنت؟ الحمد لله يا بابا. اخبارك ايه؟ طمنيني عليك. كويسه قوي قوي. نفسي ابقى معاكي في يوم زي ده يا بنت. وانا كمان يا بابا. ما تبعتيلي صورتك كده وانت عروسه، انت وعريسك يا بنت. حالا يا بابا هنعمل لك فيديو. عروسه هنعمل لك فيديو، هنعمل لك فيديو. من هنا للغربه. هنعمل لك فيديو يا بابا، هنعمل لك فيديو. ابعتيلي خليني اشوفك. حاضر حاضر. انا مش عارفه اقول لك ايه، انا متاسفه والله. ولا انا عارف. انا متاسفه، انا متاسفه. انا فتحت بصراحة. انا فتحت الفيديو. فتحت الفيديو ايه حضرتك؟ امسك بس عشان اقول لك انا راجل متجوز. ما انا او محدش هيشوف الفيديو غير ابويا. طيب ماشي، انا هعمل معاه ايه؟ انا طيب. انت كمان ربع ساعه مش هتشوفني اصلا. هقول له ايه؟ قولي لي. قول لي مين؟ يعني مثلا انا مع واحد ما اعرفوش وهو ما يعرفنيش، هقول له ايه؟ طب ازيك يا حاج، انا خطيب بنتك. انا خطيب بنتك؟ اه. ونزل انا وهي في فستان الفرح دلوقتي كده على الصبح يعني؟ رايحين نكتب كتابنا وخلاص، بس هو مش هيشوفك في حته اصلا يا شريف. كتابنا؟ شريف شريف، انا فاهمه ان انت فاهمني صح. موقفي بس يعني. اقدر انت موقفي؟ انا بنت فضيحه، دي فضيحه. فضيحه ليه؟ هو حضرتك ده ذهبك. طب يا ستي ماشي، ما فيش مشكله بقى. طب ماشي، ولو اتعاملت معاك بالطريقه دي وبعد كده طلع حضرتك بتقول ايه الكلام؟ بقول لك في اريزونا. طب وخطيبك التاني؟ بقولك راح بح ساح اختفى. علشان متوتره جدا، متوتره حقيقي، مش حاسس بيا. مش متوتره، انا بقولك واحد رايح على الشغل. طب مش هتساعدني يعني يا شريف؟ طب انت عايز ايه دلوقتي؟ فيديو بس، هنقول له ان انت العريس وكده. هنقول ان انا عريس؟ اه. ده اللي هيريحك؟ اه. وبعدين؟ يعني يبقى كتر خيرك يا شريف، ربنا يردولك في عيالك. طب لو طلع انا بالنسبه له شكله وحش هيقول ايه؟ مش هيقول حاجه. مش هيقول حاجه؟ لا مش هيقول حاجه. اه ماشي. امسك. هو بياخد بالشكل ولا بياخد بايه بالظبط؟ بالمضمون. بالمضمون. مظبوط. ربنا يستر. اه. عايزاني بوشي ولا بظهري ولا بايه بالظبط؟ انت عايزه بقى. كده يعني؟ لا لا بالوش. بالوش؟ بالوش؟ اه. خلاص ماشي بالوش. يلا. انا هنتكلم، هات بس الكاميرا علينا انا وانت. عايز كده؟ اه يلا. يلا. قولي. قول له ازيك يا بابا، انا جوز بنتك. ازيك يا عمو، عامل ايه اخبارك؟ انا ايوه. الحمد لله. اه. ايه رايك في شريف؟ شفتني؟ اه الحمد لله. شوف ينفع كده شكلك حلو ولا وعش؟ ايوه قول لي رايك. ها قول له بقى، انا معاك اهو. اوكي ثواني ابعت له الفيديو. ماشي ربنا يستر وتعدي على خير. ثواني بس اعمل سند. سند سند ربنا يستر. طب حضرتك لو دلوقتي ظهر خطيبك وقال لك الموضوع خلاص ما بيننا بقى سكر وحلاوه، فقال لك زوغ زوغ. الو انا عرفت. ايه يا بنت يا فاطمه ده؟ ايه يا بابا؟ ايه سوق العره بتاعك؟ بابا بابا
بابا بابا انا وانت متجوزه وانت ابو محمد النادي في الجامعه الامريكيه بابا 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 انت يا بنت ما عشان بابا عشان ايه يا بابا الشبكه عندي ده في الاريزونا ده في الاريزونا ده في الدويقه انا اريزونا دي اريزونا اللي في شارع الهرم اريزونا شارع الهرم اريزونا حلوه الاريزونا يا استاذ شريف ما يقصدش حاجه ما يقصدش حاجه وبعدين قميص ايه اللي مش عاجبه ده معلش معلش راجل كبير وخرف خلاص معلش كبير وخرف معلش هو بيجوز بنته ولا عايز يخرب عليها مثلا ده لو هو عايز يعرف عريس بنته وبعدين هتفرق معاه بالشكل ده شكل واحد محمد يعني مش عايزين نقول في الناس معلش معلش بس ايه انا قصير للدرجه دي هو شايفني حتى ما انت خدش على كلام بقول لك راجل كبير وخرف خلاص خدش على كلام حاضر خلاص خلاص يا شرشر خلاص ما تزعلش شرشر ايه وبتاع ايه بدلعك يا شريف شريف ماشي يلا ايه في ايه ولاد عمي ولاد عمك مالهم يا نهار اسود مهبب يا نهار اسود مهبب يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي ايه ونيلي في ولاد عمي جايين يزفوني زفوك ايه وانت عيلانهم ان انت شغاله انت بتطبقها في وشغاله دلوقتي استنى بس في الفستات اللي فضيحه ولاد عمي ولاد عمي ولاد عمي ولاد عمي ولاد عمي ولاد عمي ايه ده جريني جريني ها اي كلام اي كلام ها اي كلام اي كلام قول 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 مبروك وخلاص جريني ها اقول لك ايه انا همشي انا بلا وجع قلب لا 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 بجد بليز مبروك يا فاطمه اتخطي عريس عمي ايوه منك يا فاطمه مش زعلان منك يا فاطمه هو موافق ان يذيع يا فاطمه هو موافق ان يذيع يا ماشي يا شباب شباب ازاي هو انت حضرتك ازاي ده اتفضل اتفضل ازاي هو في ايه حضرتك؟ مالك حضرتك في ايه؟ في ايه حضرتك؟ هو في ايه يا استاذ؟ اجيب مراعي كمان ساعتين ساعتين؟ راحت كمان ساعتين؟ كان كمان ساعتين طب وايه اللي مشغلك دلوقتي؟ كان بعت لي رسالة وقال لي مش عارف اكمل معاكي مش عايز اكمل معاكي؟ طب وبعدين طب يعني مش عارف اللي مشغلك في يوم زي ما عرفتش اعمل ايه ما عرفتش اقول لحد خالص ما عرفتش اعمل ايه دي فضيحه انت فاهم بقى انت فاهم دي فضيحه بالنسبه لي ما عرفتش اعمل ايه بابا في اريزونا مش هنا اصلا طب انت فين والله ابويا ابويا هو فين الو يا بنت يا فاطمه ايوه بابا عامله ايه يا بنت ازيك الحمد لله كويسه كان نفسي ابقى معاك في يوم زي ده يا بنت ايه انا وانا كمان يا بابا وانا كمان ما تصوري نفسك كده انت وعريسك وريتك انت عارفه يا بنت حاضر يا بابا مال صوتك يا بنت في ايه مفيش حاجه يا بابا بس الفستان كاتب على نفسي شويه هو الواد نكد عليك من بدايتها لا 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 ده 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 طيب ده طيب جدا والله لو نكد عليك اجي انفخه طيب طيب موت ده 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 حاضر يا بابا حاضر يا بابا حاضر يا بابا هو يكون مضايق يا بنت حاضر يا بابا لو ضايق تكلميني طويل على طول حاضر يا بابا واجي على اللو رجليك اوكي بابا يلا توريني نفسك وريني كده يا قمر اوكي وريني القمر كده حبيبي بابا حبيبي بابا اوكي يلا ماشي يا نهار اسود هعمل ايه يا نهار اسود 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 طب على مالك في ايه مالك؟ اعمل ايه دلوقتي؟ انا دلوقتي انت مش شغاله انا اعمل ايه دلني اعمل ايه دبرني 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 يا احمد دبرني طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ انا اعمل ايه يعني دلوقتي انا اعمل ابويا مش هنا ابويا في اريزونا مبدئيا طبعا وما عرفش يجي عشان نحضر فرح احمد اشطران دلوقتي يعني مش فاهم ايه اعمل لك ايه دلوقتي يعني ممكن تعمل معايا فيديو تقول ان انت عريسي لا طبعا ازاي يعني ابقى عريسي ده بابا بس اللي هيشوفه اوكي تمام بجد هعمل الفيديو انت شهم بجد انت بجد محترم
انت بجد ذوق. يلا بقى عشان نخلص. انت بجد اخلاق. ربنا يخليك. انت رجل في زمن قل فيه الرجال. ربنا يخليك. بجد ربنا يحمي لك نظارتك. خد. هات بس الفيديو علينا. قول له هاي. قول له هاي. هاي. اهو عملت لك الفيديو. يا انت بتقول له في الفيديو انت بجد ايه ده انت عبيط يا احمد؟ انت مش عايزه كده عشان نوصل. انا عايزه اوصل. غير. انت مش قلت لي فيديو؟ اهو عملت لك الفيديو. انت بقى هاي اهو. انت بتسرح بيا. طب عامل لك ايه؟ لا احمد بجد لا بليز بقى. بقول لك هيفضحني. اتفضلي كده. لا قول له قول له انا عريس بنتك. يا رب نخلص في اليوم ده بقى. هو انت بيحللك؟ يا لهوي بابا بتتصل هاتي خرب بيتك. اتفضلي. الو. ايه يا بنتي يا فاطمه. ايه يا ماما. انا بكلمك من ورا ابوكي. ابوكي حلف عليا انك لو ما بعتش الفيديو دلوقتي لا يطلقني. بعتي لي دلوقتي يا فاطمه. اعمل ايه؟ حرام عليكي يا فاطمه. طب يا ماما محدش عارف غيرك اعمل ايه؟ اكد عليها ولا ايه؟ لا يا ماما. طب على الطلاق وما بعتش. خلاص بقى خلاص خلاص سلام. امسك بسرعه. امسك بسرعه. امسك بسرعه. لا مش همسك حاجه تاني. انا عملت لك الفيديو خلاص. هاي بابا. بص احمد. طب يلا بقى عشان نخلص. سلم على بابا. ازيك يا سلم بابا. سلم على بابا. هاي بابا. هاي. قول له باي. باي. قول له هاي باي. هاي باي. هاي باي. خلاص هاي باي بابا. ملا سند. سند. مش عارف اليوم اللي مش عايز يعدي ده. شكرا. شكرا. سرعة الانترنت في اريزونا رهيبة. الو؟ انت يا بنت يا فاطمة. نعم يا بابا. هو الفيديو اللي بعتيه ده الواد ماله يا بنت؟ ماله؟ الواد شكله كده مغصوب على الجوازة ولا ايه يا بنت؟ مغصوب على ايه؟ هو يطول المعفن. ما تبقى يا بابا يا عم بعمل كده عشان بنتك يا عم عشان نعدي اليوم. هو يطول المعفن ده واحدة زيك. يا عم مين اللي معفن يا عم؟ بابا 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 مش محتاجة. بابا انت راجل محترم هتتكلم باسلوب كويس لكن العيب اللي انت بتعمله ده. بابا راجل محترم على فكره. لا مش محترم على فكره. لا محترم. لا مش محترم. طغم محترم. لا مش محترم. نو هو محترم بجد. خلاص بجد عايزين نخلص يا استاذ. انت افوغت قوي. افوغت جدا. افوغت جدا. لا والله. ايوه بجد بتكلم بابا بطريقه مش عاجباني خالص. عامة انت قربت توصل خلاص. الحمد لله والله ان الله بتوصل. ولاد عمي كانوا جايين يزفوني. ولاد عمي يا نهار اسود. يا نهار اسود ومهبب. جريني 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 جريني. ها جريني جريني. ها انا مش عارفه ننزل لهم ولا نعمل ايه. احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ ولاد عمك جايين يعملوا ايه اصلا؟ انا عايزك تعدي لي يا مريم. انت فين يا مريم؟ زعلان منك يا فطومه. زعلان منك يا فطومه. زعلان منك خالص يا فطومه. زعلان منك خالص والله. وموافق نذيع. موافق ان شاء الله. يلا جو. صباح الخير. كوشه بقى. شفت الورده دي؟ مالها الورده؟ والورده دي؟ اه. والورده ده؟ كلهم كانوا على بلاش. حتى البوكيه صرفت فلوس على الفاضي. ايه طلع فين؟ بعد ما عملت كل حاجه تقريبا يسيب لي انا مسج ويقول ان هو خلاص مش قادر يكمل معايا. خلع صح. هو خلع قلبس انا؟ انا مال انا؟ انا بلبسك في ايه يا استاذ؟ انا بفضفض معاك. ايه مشاكلك يا استاذ؟ انا بحكي لك علشان خاطر مش هشوف سحلتك تاني. اما نحكي لمين؟ افضح نفسي؟ طيب ماشي. انا معلش انا متاخر بس وفي اللي مكفيني والله. يعني ايه فيك اللي مكفيك؟ يعني بعد اذنك مصرين بس. يعني انت اللي فيك اللي مكفيك وانا تمام عليا مكسرات؟ حضرتك عليك ضغوطات وانا عليا مكسرات؟ والله ما مدخليناش في محل الايس كريم ده. يعني يا ريت بس يعني توصليني ومشاكلكم ربنا يعني يسهلكم الحل ان شاء الله. انت بتستهتر بيا؟ بتستهتر بمشاعري؟
بتستهتر بالمصيبه اللي انا فيها؟ المفروض انا اعمل انا ايه بقى؟ اسمعني قول لي مددي على التابلو وسمعيني اللي عندك. اقعد اعمل فيها طبيب نفسي. طبيب نفسي؟ طبيب نفسي انا مش نفسك انت. اه ده احنا بنهزر. اعذر معاك ليه؟ انت من بيت اهلي. انا اللي فيها مكفيني. والله انا اللي فيها مكفيني. العمليه مش ناقصه. احمد انا اللي فيها مكفيني بجد يا احمد. مش عارفه اعمل ايه. اصلا بابايا مش هنا. سليمه معلش. انا ابويا. شوفي انت بتتكلمي مين. ايه السليمه وايه المكسوره دي؟ لا هو مش هنستظرف يعني. انا مش انا اللي بستظرف، انت اللي ظريف. انا بابايا مش هنا، مش جنبي. بابايا في اريزونا مش عايش هنا. ايه ده؟ فين؟ اريزونا. دي فين اريزونا؟ دي فين على الخريطه؟ اه طبعا. انت مش عارف اريزونا؟ لا بتاعت ايه دي بقى؟ محتاج تثقل كهلك بالمعلومات انت يا احمد. ملهاش علاقه على فكره، اول مره اسمع اريزونا بتاعتي. اريزونا. عن اريزونا. بصينا بقى. الو يا فاطمه. يا بابا. يا حبيبه قلبي بابا. ازيك؟ انت عامله ايه يا روح؟ الحمد لله يا حبيبي كويسه. انت عامل ايه؟ الحمد لله كله بخير. منها لله الغربة. كان نفسي اكون معاكي يا فاطمه. معلش بقى يا بابا معلش. كان نفسي اكون معاكي يا فاطمه والله، بس الغربه بقى وسننها. هنقضيت احنا مع بعض كده بالجديد كله. نرجع. مبسوطه يا بنت ولا ايه؟ طبعا فرحانه كده والدنيا جميله. حد يسمع صوتك وما يبسطش؟ نفسي تصوريني نفسك بقى كده انت وعريسك كده، واشوفك بالفستان وهو بالبدله كده. طبعا ان شاء الله. كل اليوم ده من سنين يا بنت يا فاطمه. حاضر يا بابا حاضر. يلا صوريني كده وظبطي الكلام. لازم يعني يا بابا؟ لازم تصوريني كده وتوريني عريسك كده وذوقك الجميل. طيب حاضر. ماشي يلا صوري وبعتيلي على طول. اوكي سلام. ممكن ما يجيش على طول عشان الشبكه هنا في الاريزونا، بس يعني على طول كده صوري. ماشي يا بابا. ماشي. هو انت شمتان فيا؟ انا مالي ومالكوا يا ست والنبي. انت شمتان فيا؟ بس بسرعه عشان انا متاخر. انت شمتان فيا؟ وانا اعرفك وانا مش انا سمعتك وانت بتقولي البسي. انت اللي تلبسيها انت. مش انت اللي اخترتيه ولا انا؟ يا عم ممكن تنقذني؟ ايه ده؟ قنديل اتفضل. لا انا مش عايزاك تجفف دموعي، انا عايزاك تلحقني. اعمل ايه يعني؟ مش ممكن تعمل فيديو تكلم بابا؟ مليون صح؟ بليز بليز احمد وصليني بقى وخلصيني بقى. احمد ولا احمد بلازفت بقى بالله عليك. احمد ربنا يكرمك وتركب مرسيدس زي اللي معديه دي. والله ممكن تكلم بابا؟ لا بجد. انا مال انا؟ انت بتلبسيني. احنا نعمل فيديو بسرعه كده. فيديو بص الله يكرمك. دون تاتش ودون زفت بقى. خلصينا يا ستي. نعمل فيديو بس سريعا كده. لا مش عامل زفت انا. الفيديو سريع. لا مش عامل انا. هتوصليني ولا انزل؟ بابا هاي. بابا احمد بيسمع عليك. قول له هاي. قول له هاي. انا ما اعرفوش اصلا. قول له ده بابا. قول له هاي. قول له هاي. انت ابوها؟ هاي هاي. قول له باي. باي. قول له ازيك. مش انا بعلمه يعني ولا ايه؟ معلش يلا عشان ابعت له الفيديو. لا مش ايه. قول له ازيك. ازيك عامل ايه اريزونا؟ سند. سند تصليني ولا انزل يا ساندي؟ اسمي فاطمه. طب يا استاذه بطه ثواني ارد على بابا. الو الا البر بالوالدين. الو ايوه يا بابا. يا حبيب بابا ايه؟ ما بعتيش ليه؟ ده بعت يا بابا. اقفل معايا وشوفه. ايوه معلش بس الشبكه عندي هنا في الهرم اريزونا مش حلوه، لو كنا في شقه فيصل كانت هتبقى جامده. ايه اريزونا؟ بابا هرم ايه؟ بس استني اهو جه جه. استني كده بطل اشوف. اريزونا طلبيه ولا ايه؟ اريزونا طلبيه؟ ايه؟ لا مفيش بجنيه. انا احيانا بس ما بسمعش كويس. احيانا صح؟ لا ده على طول. لا ساعات كده ودني بتصفر ما بسمعش. بتصفر؟ طب هتوصليني ولا؟ انا خلاص اصلا احنا قربنا. احنا هنخلص ولا مش هنخلص بقى؟ وقفل. ايوه يا بابا. بقى. يا طنطا. ايوه يا بابا. هو الواد اللي جنبك ده مش لابس بدله يا طنطا؟ لابس كوت يا بابا. عيب على سنك بس عشان مش عايز اشتمك. ايه؟ بتشتغلين ولا ايه يا بنت يا فاطمه؟ بشتغلك يعني ايه؟ مش عارف ايه ماله؟ زعلان. هو يطول واحدة زيك المعفن؟ أنا عارفة. أنتوا معفنين وأحلى معفنة. أنا المال. مش هنحال عليك البدلة يا بنت يا طمطم. يا بابا يا بابا معلش خلاص بقى يا بابا ربنا يسهل. أي معفن ما يستركيش. معلش يا بابا هنعمل إيه؟ معفن أنت وبنتك البايرة دي الله يحرقكم. هجيلك على طول حالا.
هتيجي من اريزونا؟ خلاص يا هوا بقى. هتيجي بري ولا جوي؟ مين ده؟ انت بتهزر معايا ولا ايه؟ ياض. انا هاجي انفخ. طب تعالى لي كده وريني نفسك. انا هاجي انفخ. انا بنتك دي انا هخطفها بقى، ايه رايك؟ انا هاجي اخطف. ايه رايك؟ اه فستانها الحلو ده يبقى كفانها. انا هاجي انفخك. بعد الشر عليا يا احمد. اصبر عليا. ماشي ماشي. وقف ام الزفتة دي كده ونزلينا. خلاص انا اصلا مش محتاجه حاجه تاني، انزل يلا مش مشكله. نعم يا حلوه. اه زي ما سمعت. والله ايه ده مش معقوله. عايز ابتكي بجنايه هنا. بص بص، عريس وعروسه ربنا يوفقهم. ايه رايك ده تلاقي ابوها من اريزونا صح؟ ايه يعني مشكله، اريزونا هرم ولا من اريزونا حقيقيه؟ عايش اهلك مني. ها انا اوريدي عايش عايش اهلك يعني. فكره فستان ده ورثها من مامتي بالأوبليتات. شفت الأوبليتات؟ ده أثري قوي فعلا. يا لهوي يا بني من الأبوتات. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. ولاد عمي ولاد عمي ولاد عمي ولاد عمي ولاد عمي. جريني. ها جريني جريني ازاي؟ مش جريني 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 خرب في اليوم اللي معلش 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 جريني. لا والله ايه مش كان يلا. لا لا معلش 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 جريني جريني معلش. اعمل لك ايه معلش جريني معلش 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 انا هنزل. انا غلطان اصلا ان انا كلمت الشركه دي وان انا ركبت معاك اصلا. ايه يا فاطمه انت مخبيه مني العريس ليه؟ انزليني كاش انا مخبيه حاجه. ساك 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 كده. لا صباح الخير. حلقة جديدة النهاردة من Crazy Woman. والنهاردة أنا الأول مرة هوري الضيف أو اللي أنا بعمل فيه المقلب أماكن الكاميرات في العربية فيه. خلينا نشوف إيه اللي هيحصل النهاردة. صباح الخير استاذ محمد. صباح الخير. منور يا استاذ محمد. بصراحه انا مش عارفه اقول لحضرتك ايه. انا في الحقيقه مش بشتغل في التوصيل وكده. انا اصلا بعمل برنامج اخباري بيتكلم عن المعلومات والحاجات دي. اوكي. ومركبه الكاميرات في العربيه. ده اول برنامج في البلد بيتصور في العربيه. برنامج اخباري. كاميرا اهي. كاميرا اهي. بجد ادعي لي. طيب بصوا النهارده اليوم اللي هيعملوا فيه الجائزه الكبيره. اوكي ممكن توصل لقطعه ارض وتشيز. حد بلغني وحرق لي الموضوع ان هو هتبقى قطعه ارض او عقار، بس انا متاكده ان هي هتبقى قطعه ارض في مدينه نصر. حاجه كويسه كويس مع الاسعار اللي احنا فيها ديت. بالظبط. ففهمني. فالفكره دلوقتي انه الاسئله هتبقى صعبه شويه، فانا هغششك السؤال وهقول لك الاجابه بس ما تنسانيش. لا اتفقنا يعني؟ اتفقنا. طيب انا هقول لك السؤال. ايه هي عاصمة تربوستان؟ عاصمة تربوستان. طب احنا ممكن ندور عليها ممكن نعرف. انا عارفة الاجابة. انت عارفة الاجابة؟ ايوه ما احنا دي بسأل السؤال. بورقلاند. اوكي. تمام. المهم بس بالنسبة لنا الثقة ثم الثقة ثم الثقة. جميل. يعني حضرتك ايه، انا هنزلك دلوقتي تركب تاني عشان اعمل تسجيل في الكاميرات والمخرج هيبقى سامع وشايفين معايا ومقر الشركه كمان قريب مني. كويس. فانت هتنزل تركب تاني وترد عليا بقى ايه لما اسالك السؤال بثقه. بس انا ايه يعني هعمل نفسي قال يعني بحل لعبه. اوكي اوكي يلا بينا. بس تبعدش كتير خطوتين بس. ماشي عشان يعني ممكن عند العربيه دي. اوكي صباح الخير استاذ محمد. ازي حضرتك يا استاذ محمد؟ الحمد لله. عامل ايه؟ كله تمام. كويس يا استاذ محمد. الحمد لله. الحمد لله. بص يا استاذ محمد انا كنت بحل حاجه كده في كلمات متقاطعه على تليفون شبه السودوكو. جميل. وفي سؤال عطلان معايا جامد يا استاذ محمد. ايه هو السؤال؟ السؤال بيقول ايه هي عاصمه تربوستان؟ عاصمه تربوستان؟ بورقلاند. برافو. مش مصدقه. ايه ده انت ازاي عرفتها لوحدك؟ مبروك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. حضرتك محتاج ترقي نفسك على الثقافه المبهره دي.
بامانه بجد 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 انا لازم اكلم المخرج حالا بجد بجد. هو معانا؟ ايوه. قريب من هنا كمان؟ المقر اخر الشارع. طب كويس. انا بكلمه مش بيجمع، مش عايز يجمع عشان حاجة فقري ولا ايه؟ اهم حاجه ما تنساش ان انت لازم تنصص معايا. اكيد بامانه. اتفقنا. انا متفق معاك ان احنا ممكن ننصص عادي. اوكي اوكي. الو. ايوه يا نجمه. ايوه يا استاذي. عامله ايه يا نجمه؟ الحمد لله. برافو برافو برافو. مش ممكن. مش ممكن. الناس كلها سعيده بيك يا استاذ محمد. شكرا جدا. خلاص كده هنيجي نسلمه الجايزه حالا. انا جايه داخله على المقر. بس مضيع العقد. ها حالا. لازم تمضيه الاول. حالا مضيوه. ها اوكي مع السلامه. يلا هترجع. برافو. تعالوا يا اولاد تعالوا يا اولاد. برافو برافو. ميرسي ميرسي ميرسي. سامع بيحتفوا بيك ازاي؟ استاذ مقص اسمها بس هتفضلي هنا احنا نبقى نملى العقد بعدين بقى. مش مهم مش مهم. احلى امضى في الدنيا دي ولا ايه؟ خلاص لقينا شرط. خلاص بقى احنا هننصص مع بعضينا. هنتراضى. اكيد. يلا. خليك هما جايين لك. رئيس مجلس الاداره، مدير مجلس الاداره، مديرة مكتب رئيس الاداره. احنا دلوقتي هنسلمك الجايزه بتاعتك. صور بيها بقى. برافو برافو يا استاذ محمد، حضرتك مثقف جدا ان شاء الله. عليك بامانه بامانه. اتفقنا اتفقنا. ايه دي سنيه؟ يعني ايه سنيه؟ حضرتك ماضي على عقد يا بيه. لا انا ماضي على انها فتحت. ما انت مضيت لي على عقد خلاص. تقسطها بقى، تدفع مقدمها، تشيلها، تروح تقعد فيها انت والبرتقال. انا مش قصتي انا والبرتقال. اه انت ازاي؟ ماضي على عقد يا بيه. ازاي؟ صنيت ايه؟ انا عايزه نص قطعه الارض اللي انت هتدفع فلوسها. كمان اه اه تدفع فلوسها وانا هجب عليك. الف مبروك. ايه مبروك؟ احنا مبروك. اضحك عشان بنتصور. اضحك بنتصور. انت كنت معانا في كريزي وومن؟ بجد؟ والله العظيم انا كنت بهزر معاك. مفيش ارض ولا حاجه. عارف مفيش علب يعني. دي صينيه عليها. دي صينيه. صينيه بلاستيك. دي صينيه. بص يا استاذ محمد قول انك موافق ازاي وانا هشرح لك بعدين. ماشي. انا موافق ازاي. استاذ مهند؟ ايوه. اتفضل. اخبار حضرتك؟ تمام الحمد لله. انا محرجه من حضرتك جدا بجد. بص بصراحة أنا مش بتاعة توصيل ومش كابتن ولا حاجة يعني. أنا دلوقتي بشتغل في برنامج إخباري، وده أول برنامج إخباري في البلد بيتذاع في العربية. أنا دلوقتي ركبت الكاميرتين في العربية هنا وهنا، مش باينين قوي بس أنا مخبيهم كويس كويس. أنا حطاهم في وسط الدباديب دي. ماشي. فدلوقتي أنا مطلوب مني إن أنا أعمل خبر حلو، حاجة لذيذة، معلومة عامة. بس برضو النهاردة أنا عرفت من حد حبيبي في الشركة يعني أن النهاردة اليوم بتاع الجايزة الكبيرة، هتوصل لقطعة أرض في مدينة نصر. كويس؟ أنا استفيد وأنت تستفيد وكلنا نستفيد يا أستاذ مهند. استفيد بيه بقى؟ يعني أنا دلوقتي هكسبك قطعة الأرض، هقول لك السؤال وهغششك الإجابة. تمام تمام؟ فأنا عايزة برضو إيه أنت إيه؟ أه؟ أه؟ تفيدني؟ أفيدك بيه؟ شوفني بقى حاجه بقى. على اساس ان انا هكسب قطعه الارض؟ ايوه. ما انا هقول لك الاجابه. انت عارفه قطعه الارض بقت كام دلوقتي؟ يعني دلوقتي انت عارفه الاسعار او ما هي الشركه ما بتكسبش قليل برضو. فاهم غلط. ماشي. دلوقتي حاجه تنزل وتركب تاني كانك ايه لسه شايفني. طب والمشوار اللي احنا رايحينه؟ ما احنا هنروحه. خلينا بس دلوقتي في قطعه الارض. اتفقنا؟ بيس. يلا بينا. بقيتش خطوتين بس. استاذ مهند؟ ايوه.
اتفضل. ازي حضرتك يا استاذ مهند؟ تمام الحمد لله. عامل ايه يا استاذ مهند؟ تمام كويس الحمد لله. العربيه بترقص من فرح لدرجه ان الحاجات بتطير. بجد والله برؤيه سعادتك يعني بامانه مش نحس طبعا. لا لا خالص خالص قولش كده عن نفسك. ايوه وانت عامل ايه يا استاذ مهند؟ الحمد لله كويس الحمد لله تمام. بص يا استاذ مهند لا انا مفيش حاجه مفيش حاجه. بص يا استاذ مهند كنت بحل كلمات متقاطعه يعني ايوه زي السودوكو كده على التليفون. وقع معايا سؤال وقف معايا صراحه جامد يعني. تمام تمام. ايه هي عاصمه تربستان؟ تربستان برقعلند. برافو عليك برافو عليك. ممكن اقولها بسرعه؟ برقعلند. ايه برقعلند؟ برافو عليك برقعلند. ايه ده ايه ده ايه ده انا منبهره. طريق عشان بنتصور اصلا انا سجلت بعمل تسجيل عشان المنتج أصلاً؟ مخرج انا مبهوره قوي بيكوا بثقافه حضرتك. النبي بس الطريق. حاضر ثانيه بس نكلم المخرج. طريق هينبهر جامد بيك. الو الو ازيك يا نجمه؟ ازاي حضرتك يا سعاده المخرج؟ حضرتك شفت بنفسك الاجابه على السؤال الصعب خالص. برافو سقفوا له اكتر. مش ممكن جينيوس. اوكي ده والله انا همضي هم دول ولاده. لا لا ده الناس في الشركه انا همضي واجيبه على المقر. اهم حاجه مضيها. اوكي فاهمه. اوكي ماشي. اوكي انتظارك يا ولاد. مع السلامه. سلام سلام سلام. مضينا على ايه؟ مضيك على العقد بتاع الارض ده فعلا؟ اه طبعا مهزر بجد والله؟ والله؟ هنمضي احنا بنكتب بقى العقد بعدين. احنا وصلنا تقريبا. احلى امضى في الدنيا دي ولا ايه؟ احلى امضى في حياتنا. احنا كده ما وصلناش. يلا بينا احنا هناخد بس نستلم الحاجه المهمه بعد كده نروح اللوكيشن بتاعك الجميل ده. برافو 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 مبروك مبروك. الاداره رئيس مجلس الاداره عضو رئيس مجلس الاداره الاعضاء بتوع الاداره. سقفوا 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 له يا جماعه. سقفوا له يا جماعه. كان لازم نفرقع له حاجه يا جماعه. نجيب له زينه نجيب له حاجات حلوه كثيره. مبروك مبروك. سقفوا له سقفوا له مبروك. الهديه سقفه ثاني. اتفضل. الف مبروك الف الف مبروك. بس عشان هي مكسوره عشان لسه تحت الانشاء. احنا هنحط لها حته اسمنت بس عشان لسه تحت الانشاء. قطعه ارض مدينه نصر. استنى بس على كده شكل مش اي حته. دي مدينه نصر يعني. بتهزروا يعني ولا ايه؟ نصيبي نصيبي. لا لا لازم نفرح لازم نفرح. مبروك صفا يا جماعه صفا. ايه ده يا جماعه؟ ارفع الصوت. ايه يا عم حته الارض كده؟ طيب حته الارض انت بتهزر؟ طب فين نصيبي يا استاذ؟ اتفضل خد يا خد يا خد. بعد اذنك بعد اذنك بس بس بعد اذنك نصيبي انا كده ممكن اخدها منك. هات 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 الورقه اللي انا مضيت عليها. ورق ايه؟ في ورقه انا مضيت عليها دلوقتي. ورق بتاع الارض. هات بس الورقه. ما حضرتك هتقسطها لسه دي مش إيه؟ ايوه هتقسط. ايوه انت هتدفع هتدفع. وعملت لك زينه وكلفته وبهبط عليه. يا عم انت بتهزر. استاذ مهند ما ترجعش في كلامك. خديها كلها. هات الورقه بعد اذنك. الارض والاقساط يعني. خلاص هات الوصله امانه يمضي عليه. ماشي انت بتقول على وصل امانه بقيت فلوس. هات يا عم الورقه بتاعتك. لا لا شكله بيعرف يمضي. خلاص الورقه بتاعتك راحت. خلاص راحت فين؟ راحت خلاص راحت. راحت لحضرتك هتستلمها. زمانها جاي. جاي منين؟ جاي من هناك من عند ماما. الورقه بعد اذنك. اه مش انت دلوقتي استلمت الارض؟ ايه؟ اول مره انت ولا ايه؟ فين الورقه؟ في ورقه. انا عملت لك حليله ونزلت لك الاداره ورئيس مجلس الاداره وعملت لك زينه وجبت لك قطعه الارض. انا عايز في ورقه دلوقتي انا مضيت عليها. ما هي اهي قطعه ارض. اهي قطعه ارض. مبروك الارض. فين الارض؟ اهي اهي. تعالوا مدينه نصر اهو. عايز ايه تاني اكتر من كده؟ ده شكلك مش مبسوط ليه يا عم؟ انتوا بتهزروا ولا حضرتك انت قليل كشم لنا.
ما انا مش عقب. ايه دي؟ لا البيهافير ده مش عاجبنا. انت ده المفروض ده الكسبان. ده مش اتيتيود. دي ايه دي؟ اوعى كده تاخدش حاجه من ايدي. طب ايه دي؟ دي قطعه ارضك. ايه قطعه فين؟ ارضك يعني عرضك يعني حاجات لازم تدافع عنها. عايزين بقى نبلغ البوليس ونجيب له وصل امانه عشان هو مش قد كلامه. بس انا استنى امسك الارض اطلب لي الشرطه. انا ما اسمع قبل ما يجي. عايزين بس نتصور معاه من الشرطه تيجي عشان ما يبوظش الاعلان. يا امن يا امن مفيش ورق هنا. هات لي الامن. انت ايه يا عم انت؟ اثبت. حلو يعني كده عشان ممكن يسرق. بس ده لا لا شكله مش حرام. بص الورق مفيش ورق هنا. بلاش بلاش اوعى خطا عشان حتى عشان الشركه اللي بايعه بلياردو. طب اهدى 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 احنا بنهزر 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 احنا بنهزر بالورقه اهي فاضيه. بنهزر 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 مكتوب بالايد مكتوب بالايد مكتوب بالايد. احنا بنهزر احنا بنهزر. اهدى بس بص هنا بس بص هنا بص هنا احنا بنهزر معاه. كنا في كريزي وومن نام فيك مقلب. مقلب ايه يا جدعان بس يا جدعان؟ معلش معلش انت طمعت برضه يا مهند. ما طمعتك ايه يا جدعان؟ انت بتهزر يا جدعان؟ مش زعلان منك يا حتوم؟ خلاص مش زعلان يا جماعه. مش زعلان خالص وموافق نذيع. خلاص زيع سقفوا له يا جماعه. سيبوا الارض. استاذ مصطفى ايوه اتفضل. منور الدنيا يا استاذ مصطفى. نورك يا استاذ. صباح الخير. صباح الخير. صباح النور. والله يا استاذ مصطفى انا محرجه من حضرتك جدا. ايه بس كده؟ بامانه. ايه؟ اصل انا كنت بحل حاجه كده على التليفون. لعبه كده زي السودوكو بس كلمات متقاطعه. وقع معايا سؤال صعب جدا جدا يا استاذ مصطفى. ماشي. السؤال هو ايه هي عاصمه تربوستان؟ سهله. بورقلان. واو برافو برافو عليك يا استاذ مصطفى. برافو عليك. مش ممكن على جغرافيتك. حضرتك جغرافي ما حصلتش. حقيقي. انت احسن جغرافي شفته في الدنيا بامانه بجد. انا لازم اكلم المخرج بتاعي. الو 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 يا سعاده المخرج. الو مساء الخير. مساء الفل. مساء الجمال. ايه رايك في اللي كسب معانا؟ ما شاء الله ما شاء الله. تسقيفه. مش ممكن. ما شاء الله ما شاء الله. هو ثقافته برقوعيه. ربنا برقع ايامنا والله بامانه بامانه. برقوعي مفيش برقع كده في الدنيا. الله يبرقعك يا حبيبي. شكرا. يلا يلا. طيب دلوقتي انا همضي على العاده وجاي على المقر. عيني عيني عيني. يا سلام 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 سلام. بص حضرتك دلوقتي امضي هنا واحنا نبقى نعمل العقد بعدين. دي احلى امضاء شفتها في عمري. لسه انا احب الامضاء بالضمير. الامضاء بالضمير دي مختلفه جدا. سلام يا سلام يا سلام. نقف بقى هنا اهو كده. يلا عشان نسلمك الجايزه. مفيش زينة. مبروك. عايزين زينة. حالا انا هنقدر. حبة على رئيس مجلس الإدارة. تطبيق بقى. ايه رأي حضرتك في الهدية؟ ثانية بس نوريها للكاميرا. لو نشوف عشان نفرح معانا. لا 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 اتفضل قدام هنا. تعال اتفضل 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 اتفضل. هوبا هوبا. لا بامانه حضرتك جغرافي هايل. برافو. جغرافي هايل ما شاء الله. فين نصيبي؟ انا ساسولي دلوقتي. انا ساسولي. لا انت كده ازاي؟ معلش تاني. طب على فكره كده هتتكلف اسمنت الحته اللي اتكسرت دي. دي تحت الانشاء ازاي تكسرها كده؟ انا مش عارفه بجد. امسك معايا. ورينا 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 ورينا. لف عندي. ايوه لازم انا اتفضل اتفضل. الورقه دي انا هحبسك بيها لو تعرف الكسر. انت مستبيع؟
طب خلاص قول لنا نذيع، احنا كنا بنهزر. والله كنا بنهزر. حلوين لحد ما الشارع هدي وفضي عشان نعرف نصور. المفروض اللوكيشن بتاع الابليكيشن جايب لنا ان اللي هنصور مع المقلب اخر الشارع تقريبا، فاحنا بنحاول نتخفى وكده. انا لسه خارجه بره الميكروباص بس علشان اقول الجملتين دول، وخلينا نشوف ايه اللي هيحصل مع فاطمه متورجي. هاي فاطمة. مين حضرتك؟ كابتن فاطمة. كابتن فاطمة؟ اوكي انا بدأت الرحلة. يلا. بدأت الرحلة؟ فين العربية؟ اهي. حضرتك بتهزري؟ لا والله مش بهزر، اهي العربية. حضرتك في فين العربيه اللي هركبها؟ انا عايزه، انا عندي دلوقتي انترفيو وعايزه الحق الانترفيو بتاعي. بس اصل انا هفهمك، انا اشتريتها على النت اونلاين، جات لي كده. فين المدير بتاعك؟ مدير ايه؟ انا مديره نفسي. يعني انت كمان مش شغاله تبع الشركه؟ نو رجليه موتور رجليه. يو 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 طلع النادي الاهلي بالليل، توصليني محتاج توصيل. يلا بينا يلا بينا بالليل. طب استنى بس عشان هي عايزه كنسل معايا الرحله. انا عرضت عليك خدماتي. انتوا شويه مجانين، انتوا شويه مجانين يا ستي. انا لوحدي ليه مصممين تكلميني على اني يا جماعه؟ خلاص خلاص انا ماشيه. ايه ده ايه ده، انت بتكلميني بتنطرفه من اخيرك ليه كده؟ انا ماشيه. خدي بس افهمك. تفهميني ايه؟ تفهميني ايه؟ بص ابص فين؟ بتهزروا؟ ايه هلا، ايه عم الاحمر عامل فيا كده ليه؟ بجد بتهزروا؟ بص كده وانا اقول ايه ده، انا فين؟ انا انتوا جننتوني بجد. قولي مش زعلانه منك يا فتومه؟ زعلانه منك يا فتومه. اتقول اوكي موف ان زيع زيع. يلا يا عم الاحمر. هاي يا جماعه، احنا النهارده حاطين حرف الاو افتر كلمه كور، فبدل كور هتبقى كارو. هتعلينا هس مش مقلب، يعني هتعلينا نهزر مع الناس. وخلينا نشوف، هيا نشوف. اعرفكم باسم بيسوق معايا الحمار عشان مش عارفه اسوقه. بقول لهم باي باي يا باسم. يلا نشوف. استاذ فكري. ايوه. ازيك؟ تمام الحمد لله. فاطمه. هو ايه ده؟ ايه ده؟ اوف انا طالب. انت كده ما خدتش بالك في الابلكيشن من فوق مكتوب بعد كلمه كار حرف الاو، كارو. صحيح ما خدتش بالك. كارو. ايوه. طب المفروض انا اعمل ايه بقى دلوقتي؟ تركب. اركب فين؟ مده الرحله هتاخد 12 ساعه بس. ياه مريحه قوي. لا ما هو واضح، هو جميله بجد. حتى مفرش وعندي مناديل وعندي ميه وعندي بنزين للحمار. بنزين للحمار. يلا بجد هفن هفن. هفن ايه بس انت يعني انت متاكده ان احنا هنعرف نوصل كده؟ بص انا كنت باوفر يو حاجه حلوه بالنسبه لك، بس انت بقى مش عايز. لا عادي وماله، ممكن اركب. حلو ده يا فكري. ايوه. حاسب يا فكري الحمار مش على قدنا. اوكي يلا 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 بس قول له يس يقف شيء يمشي. ده بيشتغل كام بقى، كام ساعه في اليوم بقى على كده؟ لا انا بسيبه يريح بجد والله. فعلا بيريح؟ لا انا مهتمه بيه جدا، لعلمك انا جايبه له دكتوره. دكتوره؟ مش مصدقني؟ لا طبعا. استنى يا باسم هننده الدكتوره. دكتوره حمار؟ يا مريان، دكتوره مريان بليز شوفيه لي، انا حاسه مجهد. كشفي كشفي، شوفي قلبه كده، كبدته. ايه؟ لا 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 ماله؟ الحمار مش هينفع يتحرك. عايز ايه؟ محتاج يغير زيت. ليه هيجي له وش سلندر ولا ايه؟ بالظبط. اوه انا قلقان عليه. خلاص اوكي. فكرني يا باسم نروح البنزينه. مش هنفخ له عجه بقى بالمره؟ بص السلندر بتاعه اهو. بنغير الكفر بتاعه بقى الوش. اوكي. ونغيره الحدوه بقى عشان برضو ايه اللي بيستهلك. ايه الحدوه دي؟ الحدوه بتبقى في الحصان، ده جحش. خلاص نغير الحوافر دي او في حاجه متاكله تحت.
انا حاسس ان احنا يعني ده هيوصلنا. هو باسم محتاج يهتم بيه شويه اكتر من كده. فضلك يا باسم اهتم بيه. والبنزين بتاعه ده بنزين. ده بنزينه من اجود انواع البنزين. لا ما هو ده حضرتك مهتميه بيه. ايوه جدا جايبه له دكتوره. دكتوره. ايوه بجد يعني متكلف. بس هو فعلا محتاج يعمل شويه بديكير. لا بس انا بتهيألي لو راح الجيم هيبقى احسن عشان يبقى ماسك نفسه كده وهو ماشي. بس بما انك فكري بجد لطيف وكده فانا هقول لك على حاجه. انا مش هاخد منك فلوس. انت كده كده في طريقي وفي ريكويست تاني في طريقي وانا اصلا هلحق على الاسطبل. حد كمان هيركب معانا؟ تحب تنزل اوكي تحب تنوسه ماشي. لا 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 تمام انا بس يعني يمين يا حموره يا حلاوه. لا بس ده بقى ايه يتمرن يربط شمال يا حموره يلف كده عشان عضلاته تقوى في الساقيه. ايه الساقيه؟ لا الساقيه دي الحمار مش الحماره الجاموسه. لا ما في حمار برضو عادي بقى الموجود. ما ده احنا عايزينه. اصل ده خاسس خالص كده ولا عم ده عايز يتغذى. اديله بنزين. اديله بنزين مش هيستحمل. استنى هديله عودين بس عشان خاطر ما يتخنش. ماشي خد اكله بنفسك. خد ساعدني يلا. انا عايز اشوف الريكوست التاني. ايوه فكري ساعدني بجد. لا ما انا بساعدك يا حبيبي على مهلك. ايوه على مهلك خالص عشان ما يخصموش مني البونص كمان. فين الريكوست اتاخر قوي. في حد تاني جاي معانا؟ حرام عليك والله العظيم ما عندكوش انسانيه. ليه كده؟ ايه بس يعني انتوا اتنين الحمار ده اصلا حمول طربعه راكبين انتوا الاثنين. طب ما هو لسه ناقص اتنين. ايه الفتيره اللي انتوا فيه ده؟ ناقص اتنين. حرام عليك. اعمل ايه طيب انا ده اعمل ايه ده بقول لك حمول طربعه انفراد يا اخي. ما تكلمش ما تكلموش كده لو سمحت. طب والنبي اللي حد داخل الشارع الله يستر. طب اوكي ماشي كده جاي معانا بقى. قول بقى كده اوكي. على فكره انا عايز اقول لك على حاجه. في خدمه كمان جديده. ايه اسمها قبح. ده هيشيلوها؟ اسمها قبح. لا الاطفال بس. ماشي يلا يا حموره تفضحناش. لا واضح. ايه ده انت متمرس جدا تشتغل معايا بجد. اوكي انا هاخد شيفت وانت ايوه بنزود دخلنا. انا شفت ناس لخدمه قبح اضربوا بالراحه. لا شفت ناس لخدمه قبح دي بس الاطفال بقى بجد كتروا قوي. الاطفال هي اللي الاطفال فقط اسمها بقى في المدارس تبقى جامده جدا. ما احنا بنوقفهم فعلا قدام الحضانات والمدارس. بنعمل كده على مشروع بقى. بجد لا أيوة. انا اشتغل معاك وعندي شرك. ده دماغك حلوه في البيزنس. مش طبيعي مش طبيعي. ده كويس. يلا يا حموره قوامي يا حموره. انتوا عارفين احنا محتاجين نستغل الكلاب في الخدمه بتاعتنا. طب فكره على فكره تبقى ماشيه قدامنا كده عامله تشريفه قدام الحوار وهو ماشي. اسمها ايه؟ هاو هاو جارد. هاو هاو جارد دي فكره حلوه. اسمك ايه؟ ركبت معانا. نايس تو ميت يو. هو الكلبات بتهوهو ليه؟ ما عشان الحمار عاجبهم. بجد؟ طبعا. احنا محتاجين نروح بالحمار ده المستشفى يا باسم بجد. يعني جايبه له دكتوره. ايوه طبعا عايزه توديه المستشفى. بقى انا بقول يروح يقضي يومين في الساحل كده يغير جو. نو مش لدرجه الساحل. هو مش بيحب البحر ولا عشان دلوقتي الجو برد بس عايزه تقعدي شويه. الجو ساقع طبعا. ايه هاي يلا معانا عشان نركب معاك. عشان انت ركبت معايا من شويه. اسمك ايه انت؟ عشان النهارده اسعد يوم في حياتي. اوكي النهارده بصي لابسه احمر ليه؟ عشان عيد المحن. ايه ده؟ عيد المحن النهارده. سيد يا سيد. سيد يا سيد. ما سميه باسمه يا قولي له يا حموره. حموره. لا انا هقول له حميحه. قولي له حموره بقى. حموره يا حموره. حموره عشان الصوره. حموره يا حموره. ان حاجه عشان الصوره. يا حموره. لا ده احنا عايزين نتجوزه بقى ونعمل له ليله بقى. فكره. حاسه اني خدت من وقتك كتير. بص هنا. بس والله انت راجل لذيذ. في ناس كتير كبستني ما رضيتش تركب. انا استغربت بس تجارتني وقلت تمام. يا بنتي بس انا عايزه اقف عشان اقول لك اضحك للكاميرا بس ايه؟ يعني عشان انا نورتنا. معلش دي هديه بسيطه. ايوه كريم عشان اوصيك. اتفضل. تمام. احنا اتشرفنا بيك يا استاذ فكري. ايوه بص هنا وبص هنا. اهلا وسهلا. انت معانا في كريزي وومن. انبسطنا خالص انك ركبت اور كارو. وقول مش زعلان منك يا فطومه. انا مش زعلان منك يا فطومه. وانك موافق نذيع. نذيع اوكي. ميرسي يا فكري. ميرسي يا بكوره. شيماء
شيماء شيماء شين شيماء؟ احنا جينا اهو. مش طالبه عربيه؟ ما هو ايه طالبه ايه عربيه؟ ايه ده عربيه؟ لا انا باربع عجلات. لا دي عجلتين. مش عاجبك يعني؟ لا مش عاجبني يعني. طب خلاص ماشي امشي يا ابني. دي ولا ايه؟ لا مش من هنا دي ولا ايه؟ اتكلتي يا اختي. عثمان مش كده؟ اه يا استاذه فاطمه. اه شفت انا عرفتك ازاي؟ ماشي. مش هتركب الكارو؟ هنركب الكارو. طب يلا عندي بقى عرفتك بقى. طب ناخد صوره. طيب طب ناخد صوره. طيب يلا معلش بس الكارو غريبه شويه افسحك. تمام والله الواحد نفسه يركب حوار من زمان. يلا دي ركبتك حوار. انت ركب معايا لاخر الشارع يا عثمان. انا ظروفك ايه؟